ني درت لارام قال كان عندك سرطان. ماشي مشكله ما بقاش غير في الرحم يعني طلع الفوق يعني تقريبا علي نوصل ديال الكلاوي وقاس لي العظم في الدار ديالي. نهاري صراحه واحد الصدمه كبيره ومشكله كنتلقى هذا الخبر غير بوحدي مادام تالينا الله راه كيبغيني اللهم لك الحمد. اصلا المراه ملي كتمرض راه حاله معروفه يعني غالب الرجال كيبعدوا على المراه النساء ديالهم ولكن الحمد لله ربي عطاني 4 الوليدات وعطاني الله اللهم لك الحمد هادشي اللي كاين الحمد لله. كنفكر في ولادي الا مشيت شكون غيكون بيهم صراحه كنشوف ولادي من مورايا كي غيكون. انا ام ديال 4 ديال الوليدات 3 البنيات وواحد الوليده طالي ربي هو الاخراني صابت بسرطان عايشه عادي الحمد لله كنخدم يعني كنخدم على وليداتي هكا في الخياطه وبقيت المهم كافحت درت ديت واحد المحل صغير كنخدم فيه هكا للناس كنخيط للناس هكا حويجات كنرقع الحوايج اللي كانوا مقطعين ولا والحمد لله تصابت بسرطان سرطان الرحم الحمد لله درت الشيميو درت الاشعه حاولت نتعالج في النهايه قال لك الحمد لله تشافيتي 6 شهور وانا في ما بين الاشعه والشيميو باش عرفت المرض. المهم دوزت تقريبا شي شهرين قال لك الشفاء الحمد لله قال لك تا ما كاين والو جلست مور داك الشيء واحد الشهر وليت نفس الحاله اللي كانت عندي ولات اعراض ديال الماء كيهبط ولا الظهر ديالي كيحرقني ملي وليت عاود مشيت عاود للطبيب وليت عاود من البديه قال لك ملي درت لارام قال لك عندك سرطان عندك سرطان ماشي مشكله ما بقاش غير في الرحم يعني طلع الفوق يعني تقريبا علي نوصل ديال الكلاوي وقاس لي العظم في الدار ديالي نهاري صراحه واحد الصدمه كبيره ومشكله كنتلقى هذا الخبر غير بوحدي دائما عمري ما كنتلقى الخبر انني معايا شي حد الحمد لله وصافي صدمت واحد الصدمه كبيره ولكن الحمد لله ربي كبير مادام بتالينا الله راه كيبغيني اللهم لك الحمد الحمد لله جيت في الطريق الحمد لله يعني ما بكيتش الحمد لله جايه وكنحمد الله ونشكره الله الحمد لله جاتني واحد الصدمه قويه ولكن ما بكيتش الحمد لله بكيت المره الاولى إيه ولكن هذه المره الحمد لله ربي قواني مشيت للطبيب قال لك من هنا 20 يوم عاد نبداو لك الحصه قال لك 20 يوم ولا توفى شي حد في حاله ما توفى شي واحد عاد يدخلوك لبلاصتو ونطلبوا الله. مشيت كانت عندي العمليه هي الاولى ملي مشيت قراو لي الدوسي وقراو السينطا ديال لي راه داك الشيء قال لك ما نقدروش ناديوك دابا بالعمليه خص العمليه من بعد مور العمليه من بعد تديري الشيميو لان جاك فواحد البلاصه ما نقدروش نحاديوه يعني انتشر لك ما بين الكلاوي دابا خصك جوج عمليات خصني دابا نفتح الكلوه يعني الكلاوي لما تفتحوش وتنفسو ما كي مديرش لاباري ما كنقدرش ندير الشيميو من بعد الشيميو عاود طال عاد ندير العمليه ديال استئصال الرحم وماشي غير الرحم يعني بزاف د الحوايج تاثرت لداخل الحمد لله وسنطلبوا الله يكون الزوج ديالي عندي ما نقول لك يعني الحمد لله اصلا المراه ملي كتمرض راه حاله معروفه يعني غالب الرجال كيبعدوا على المراه النساء ديالهم ولكن الحمد لله ربي عطاني 4 الوليدات وعطاني الله اللهم لك الحمد هادشي اللي كاين الحمد لله. واش غنقول لك العمليه شويه جاتني قاصحه ولكن هو قال لي يعني عطاني غير الثمن تقريبا توصل داك 3 المليون قدرت تكون كثار يعني ما حددتليش يعني قال لك ملي نديرو الشيميو عاد نشوفو الحاله يعني في غادي تكون تقدر تكون كثار تقدر تكون داك 3 قال لي 3 الفوق يعني العمليه ما نحددلكش الاثمنه مضبوط ولكن من 3 الفوق ايوا نطلبوا الله الخير وانا الحاله ديالي ربي اللي شاهد عليها الحمد لله يعني ملي بديت العلاج دابا تقريبا هادي عام باش بديت يعني لا خدمه لا غير هكا مساعده الناس مره كيساعدوني هكا الاصدقاء وصافي الحمد لله وصافي. شنو كنتمنى؟ كنتمنى يحفظ لي وليداتي ويحفظني الله ليهم هادشي اللي كنتمنى.
طول الله العمر ليهم هادشي اللي كاين. كنخلي كنفكر في ولادي الا مشيت شكون غيكون بيهم صراحه. كنشوف ولادي من مورايا كي غيكون ان شاء الله ربي يشافيك ويعافيك. ما عندكش شي حاجه صعيبه الحمد لله ان شاء الله كلشي غادي ان شاء الله يا رب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.